بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في مادة اللغة العربية ضمن مكون الدرس اللغوي بدرس جديد، وهو درس الاسم موصول. كنا قد رأينا درسا بعنوان اسم الإشارة، وقد فصلنا فيه أمثلة وتمارين وخطاطة. يجب أن تراجعوا ذلك، وقد صححنا التمارين الذي كنا قد سلمناه عبر الانترنت الا بعض التلاميذ الذين اجابوني عبر البريد الالكتروني او التواصل الالكتروني. الان ننتقل الى درس اسم الموصول لنرى ان شاء الله هذه الامثله ونحللها، نصفها ثم نحللها، ثم ننتقل الى خطاطة الجامعه. اذا نبدا على بركه الله في قراءه الامثله. شجعنا التلميذ الذي تفوق. الاسم موصول هنا هو الذي، مفرد مذكر، جملة صلة تفوق، مستتر هنا جاء فيها الضمير مستتر، تفوق هو مفرد مذكر. لاحظوا هنا مفرد مذكر وهنا مفرد مذكر، هنا عندنا عائد وهنا الاسم موصول. إذا الاسم موصول والعائد يكونان من نفس الجنس والعدد، في والاسم الضمير العائد يكون في جملة الصلة ظاهرا مرة، لاحظوا هنا ظاهرا متصلا أو مستترا، في هذه الجملة مستترا في هذه الجملة ظاهرا. ثم أن هذه الجملة دائما تكون، لاحظوا هذه الجمل تكون دائما بعد الضمير أو بعد اسم الموصول، لاحظوا دائما تكون بعد الاسم. هنا عندنا اسم موصول الذي تفوق، التي قرأتها، اللذان شاركا في السياق، اللتين، الذين، اللواتي يدرسنني. إذا كل هذه الأمثلة هي أمثلة يأتي الاسم موصول ثم بعده جملة الصلة. في هذه الجملة الصلة يكون ضمير العائد يعود على الاسم موصول، أحده هنا هو يعود على الاسم موصول الذي، ها تعود على الاسم موصول التي هي يقصد بها كذلك، التي استمتعت، من استمتعت، استمتعت بالقصة التي، يعني القصة قرأتها، تعود على الكلام يعود على القصة. هنا شجعنا التلميذ الذي، كلام يعود على التلميذ الذي، هو التلميذ الذي، نقول هي القصة التي. ثم نقول هنا شارك في السباق، اللذان شارك في السباق، يعني هما اللذان شاركا، اللتين كذلك، زينتا، الذين قدموا، اللواتي درسنني، يعني نون هنا نونين، نون الوقاية ونون الفاعل، يعني هنا الفاعل تقينا بين الفاعل ومفعول به. ثم نرى هذه المثال الآخر، ندعم من يرغب في التعلم، ندعم من يرغب في التعلم. هذه أمثلة من نوع، حيث أنها تدل على دائما على العاقل، وهنا سيكون أمر مختلف في شيء ما مقاتل مع الاسم إشارة، حيث أن اسم موصول هنا من، هل من، كيف نعرف أن اسم موصول؟ إذا دلت على شيء بعده في جملة ما، مثلا من يرغب في التعلم، إذا من تدل على الذي يرغب في التعلم، فيدخل ضمن من، فنقول اسم موصول من للمفرد والمثنى والجمع مذكر والمؤنث والعاقل. إذا نتكلم دائما على العاقل. ثم يرغب في التعلم هي جملة الصلة، لكن أين هو الضمير العائد؟ حسب المقصود، من يرغب في التعلم، هو، هم، من يرغب، هو من يرغب في التعلم. إذا سنحسب حسب سياق الجملة، هو ستقديره هو. ثم هنا احرص على ما ينفعك، ما المفرد كذلك والمثنى والجمع مذكر مؤنث عاقل، ينفعك جملة الصلة، ينفعك فيها الضمير ينفعك، ما ينفعك حسب المقصود هو الكاف في هذه الجملة. يعني ما المقصود بضمير العائد هنا هو من يعود على أو من يعوض الاسم الموصول في الجملة. مرحلة ضمير العائد له المرتبة الثالثة، الاسم الموصول المرتبة الثانية، ما قبل، ما يدل على الاسم الموصول المرتبة الأولى، مثلا هنا التلميذ المرتبة الأولى، الذي المرتبة الثانية، هو ضمير مستتر مرتبة الثالثة، هنا القصة مرتبة الأولى، التي المرتبة الثانية،
الهاء مرتبة ثالثة، وهكذا مع وذلك إلى أن ننتهي من هذه الأمثلة. ثم كذلك دائما الضمير العائد يكون مثله مثل، يعني في جنسه وعدده يطابق الاسم موصول في جنسه وعدده دائما. يعني يمكن أن يأتي ضميرا عائدا مختلف على اسم موصول مختلف عن في الجنس وعدده. إذا بهذا نخلص إلى ما يلي. إذا الاسم موصول واسم معرفة تأتي بعده جملة تبينه، تلك الجملة تبين ذلك الاسم معرفة، تسمى صلة الموصول، ودائما يكون لا محل لها، تسمى صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، حيث أن هذه الجملة جملة الصلة لا يكون لها محل في الإعراب الذي تأتي بعد اسم الموصول، يعني في علاقتها بما سبقها من أسماء. ثم نرى هنا كذلك بالنسبة لإعراب هذا الاسم الموصول، في المفرد والجمع يكون مبنيا، وفي المثنى يرفع بالألف وينصب الجر بالياء مثله مثل الاسم الإشارة. هذه بعد أنواعها ماذا تفيدنا؟ الذي مفرد المذكر، اللذان مثنى المذكر، الذين الجمع مذكر، التي للمفرد المؤنث، اللتان للمثنى المؤنث، اللواتي واللاتي واللائي للجمع المؤنث. ثم كذلك من للعاقل وما لغير العاقل، دائما تستعمل من للعاقل وما لغير العاقل. سنرى بعد ذلك مثالا من أمثلة الإعراب أو نموذج إعرابي، وكنا قد أعطينا هذا المثال وهو شجعنا الذي تفوق. لاحظوا هذا الإعراب. إذا نقول هنا شجعنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنا الدالة على الفاعل، وانا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لأنه هو المشجع، تفوق فعل ماض مبني على الفتح الظاهر على آخره والفاعل لمس قديره هو، والجملة تفوق لا محل من إعراب لأنها جملة صلة الموصول، لأن جملة صلة الموصول. إذا هنا لاحظوا إذا كانت الجملة هي جملة صلة الموصول فإننا لا نعربها إلا بدون محل في الإعراب، عكس إن كانت الجملة يعني خارجة، كانت بعد اسم الموصول جملة الصلة وبعده جملة أخرى تقارنه. ثم ننتقل إلى بعد ذلك إلى تطبيقات هذا الدرس. إذا نعيد عليكم التطبيقات وسنصح إن شاء الله في حصة مقبلة. إذا أقبل العداءان اللذان فازا في الجري، اسم موصول نوعه جملة الصلة العائد. شارك في الحملة من يهتم بالبيئات، الاسم موصول نوعه جملة الصلة العائد. النساء هن اللائي أنجزن العمل، الاسم موصول نوعه جملة الصلة والعائد. ثم أعرب الجملة التالية، سقيت الزهرتين اللتين تفتحتا. ثم أنجز التمرين الأول والتمرين الثالث من أطبق الصفحة 167 لنصحها إن شاء الله في الحصة أخرى بإذن الله. والتمرين الأول هو بسيط جدا، ركب جملا فيها أسماء موصولة، والتمرين الثالث هو إملاء الفراغ بأسماء موصولة مناسبة. بهذا نكون قد أنهينا هذه الحصة، وإلى حصة أخرى إن شاء الله تعالى. وقبل أن نذهب إلى الحصة المقبلة، أحببت أن أذكركم أعزائي التلاميذ أن كتابة دروسكم هو بمثابة متابعة المراقبة لامتحانات المراقبة المستمرة، ويجب كتابة الدروس وإنجاز التمارين وإرسالها وتصويرها لكي نتيقن أنكم أنجزتم التمارين، حتى وإن لم نتمكن من تصحيحها بشكل إلكتروني فعلى الأقل نطمئن أن التلاميذ يتابعوننا ويتفاعلون معنا. ولا تنسوا
أن تلزموا بيوتكم أعانكم الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.